شوف وليدي، منين جا الزنزال ديك الساعة راني حيت من الكرسي ونعست، وانا ما نحس براسي حتى نتلفت ونتحط في الباب، وكان ضرب راسي على الساقطة. بغيتو تشوفينا الله يجازيكم ووليداتي، لينا تراجلي غي سعيت وبنيت له القبر. شوف وليدي، منين جا الزنزال ديك الساعة راني حيت من الكرسي ونعست، وانا ما نحس براسي حتى نتلفت ونتحط في الباب، وكان ضرب راسي على الساقطة، حتى ما عرفت راسي فين جيت، وليت جلست بالارض. انا عاد ضربوا لي الشوكة دابا في ظهر المهراز، وخرجوا لي الدواء، وشكون غادي يشريه لي؟ انا مره هجالة في عوينة الحجاج، مات 26 عام اللي مات، ما عندي خلطة، ما عندي خدمة، ما عندي كارية ب 14000 بيت. انا جالسة قرادة فيه، كنموت وكنعيش، وانا كنطلب الله هاد الناس يتفقدوني. شوفي يا انا صابور فاطمة، انا صابور فاطمة في عوينة الحجاج في حي الحساني، غير النمرة ما رفدهاش معايا. التالي في يوم يقولوا له المرأة الكبيرة اللي في حي الحساني فتشوفيها وعرفوا ما بيها، عطيوها باش تكون وباش تعيش. واش نموت بلا شرح؟ واش نموت قاعدة يابسة؟ انا غادية وكانت قية في الطرقان، انا غادية وكان ما كنشوفش، عندي طنسيوق، عندي المعدة، عندي فقر الدم. واش كون يتفكرنا اوليداتي؟ تفكرونا المرضيين، الله يجازيكم. انا الله الامر الى امركم، بغيتو تشوفينا الله يجازيكم اوليداتي، الله يجازيكم ووليداتي، الله يعاونكم ووليداتي. إلى ما عينونا برزيق جيبوه لنا ساهل ماهل، لينا وليكم ولجميع المسلمين. ديك الورقة اللي عنده وأنا ما عنديش، وما بغاوش يعطوني، من لينا تراجلي غي سعيت وبنيت له القبر، ودابا وقفوا معايا. جمعت الوريقات وجمعت التصيورات وتاع راجلي ونتاعي، ودرتهم في الغشاء وعطيتهم الواحد في هذيك في الجديد في طالع وهابط، وقال لي غادي نوصلهم لسيدنا، غادي نوصلهم لسيدنا هاد الكواغط وهاد التصاور ديالك وديال راجلك اللي خدم في فرنسا وما عطاوك والو، غادي نوصلهم لك. ومنين جا سيدي كذب عليا، ما عرفتو حرقهم، ما عرفتو داهم، ما عرفتو اشنا هو. رد عليا داك الخبر ديال الكاخيط ديالي بيني وبين راجلي اللي مات، التصاور ديالو، التصاور ديالي جمعتهم، وقالت لي قالوا لي غادي نعطيهم لسيدنا وغادي يفتش فيهم سيدنا وغادي يعرف لي الامر ديالي. والو ما رد لي والو، حتى شي خبر لدابا. هذاك اللي داهم ما عرفتو شنو دار بيهم، دابا ردوا لي الخبر في الحين. انا في حي الحساني حدا الفقيه، راه النمره ما عنديش، اما فتشوا المراه الكبيره، انا راني معروفه المراه الكبيره في حي الحساني حدا الفقيه، الدرب اللي حدا الفقيه. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.